السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. النهار إن شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال هل يمكن تحصين الأرانب أكثر من مرة في السنة. يعني التحصين هو بين تسمم الدموي، يعني تحصين ضد التسمم الدموي وتحصين ضد التسمم المعوي، ولكن اللي مهم ممكن الناس كاع كل شيء كيخافوا منه وهو التسمم الدموي اللي يعني الناس ما كيعرفوش، يعني حتى الأرانب ديالهم كيموتوا كيطيحوا فجأة كيسيل لهم الدم من نيفو. هذا هو الأعراض ديال التسمم الدموي. ولكن واش ممكن أننا نشريو واحد الأرانب يعني من عند شي شخص احنا ما غاديش نكونوا عارفين واش هو فوقاش واهم او واش راه ما داواهمش بتاتا، يعني خاصنا نجيبوهم ونحصنوهم. ولكن هو يالله محصنهم، يعني شريتي عليه ونقولوا ما خبرش بالتاريخ، او هو ما عقلش مثلا عنده قطيع كبير ويعني فايت محصنهم، واش ممكن اننا نحصنهم مره اخرى؟ يعني اولا بعدا نهضروا على هاد الامراض، يعني فوقاش ديال يعني التسمم الدموي فوقاش كيجيهم. التسمم الدموي كيجي في واحد 3 شهور في السنه، شهر 3 وشهر 6 وشهر 9، هادو هما اللي الناس كيتقصحوا فيهم في الامراض. يعني شهر 3 راه حنا المشارف اننا دخلنا شهر 3 خاصنا نحصنوا ضد هاد المرض. قضيه ديال يعني واش ممكن اننا نحصنوا ضد هاد المرض واخا يكونوا محصنين، ممكن اننا نحصنوا، ما كاين حتى شي مشكل. غير خاصنا تدوين هذاك التاريخ باش ممكن اننا نحصنوهم للسنه القادمه ان شاء الله. لكن ما خصناش نكثروا من هاد التحصينات على مدار السنه، نقولوا احنا خايفين نبقاو نحصنوهم بزاف المرات. لا، علاش؟ اسمو السبب وهو اننا كنهدموا لهم المناعه، خاصهم هما عاوتاني يكون عندهم مناعه، ما يمكنش اننا نبقاو نحصنوهم. هاد المناعه شنو هي؟ يعني شحال من واحد ما فاهمش شنو هي المناعه. المناعه وهي واحد العسكر كيكون عاطيهم الناس ديال ربي بمثابه عسكر، كيكونوا عندهم واحد المناعه عاليه. يعني هي المناعه واحد العسكر كيكون عاطيهم لنا الله في الجسم ديالنا او في الجسم ديال الحيوانات، فيما كيدخل هذاك الفيروس او شي حاجه غريبه كتدخل عندنا يعني الجسم ديالنا، هذاك العسكر كيطاكيها، يعني كيحاربها وكيقتلها. حنايا ملي كنكونوا يعني فينا السخانه، اسمو هي السخانه، السخانه راه هذاك العسكر كيعطي الله هذاك النوع ديال السخانه باش كيقتل هذوك الميكروبات. هذيك السخانه هي بمثابه حراره باش كتقتل هذوك الماده الغريبه اللي كتدخل عندنا للجسم. اذا هاد التحصينات حتى هي بمثابه عسكر، هاد العسكر. ولكن التحصينات الداخليه في الجسم يعني خاصها تخدم، يجب انها تشتغل. يعني ماشي حنايا نهدموها نقولوا لا انت يا نعسي، يعني هذاك العسكر حنايا نبقاو غير نسمنوا فيه، بحال العسكر ديال الدوله حنايا نشدوه ونسمنوا فيه، ما يولي عنده واحد يعني ما عندوش يقدر يجري مثلا، يقدر يحارب، يقدر يحمي البلاد. لا، نشدوه نعطيوه ياكل مزيان، واحد النهار منين يجي الحرب نلقاو العسكري يعني مكركب، يعني هادي داخله في الفكاهه، ولكن راه بصح ممكن اننا نشوفوا العسكر ديال واحد الدوله. يعني مثلا نمشيو لروسيا مثلا كتلقى ديك العسكر ديالهم يعني مختارينهم نفس القامه، نفس يعني الطوله، ديك لي كوموندو عاود كيكونوا ما عندهمش الكرش مثلا، ما عندهمش مربين الشحوم، يعني عندهم واحد قابلية أنه في أي وقت ممكن أنه ينوض ويتحرك ويحارب. أما إذا مشينا شدينا بقى ناعس وشبع نعاس، واحد النهار غادي نبغيو نخدموه، يعني نقولوا له ها هو دابا العدو جا، اسمو غادي يدير؟ غادي نلقاو أنه ما قادرش يتحرك، ولف الراحة. لا،
خاصنا في نفس الوقت نعطيو التحصينات ولكن ما نكثروش منها. ممكن ان من هذيك اللقطه ديال يلاه شرينا ماشي مشكل خطره فاست، ولكن ماشي نقولوا لا هي اي حاجه يعني زادت عن حدها كتنقلب الضد ديالها. وواحد المثال كيقولوا في يعني في الشعبي كيقولوا الدواء بالغرام ماشي بالعرام. العرام ماشي هي زعما انني الا كثرت مثلا نقولوا التحصين فيه خصانتين نقول ان لا انا نزيد لا دوز باش ما يبقاش يمرضوا لي اكثر. لا الدواء اي دواء عطيه لك يعني الوصفه اللي عطيها لك البيطاري حاول تطبقها ما تزيدش عليها باش ما تضرش هذوك الانانيب. وتا الانسان تا هو ما يمكنش اننا نشدو الطبيب يقول لنا يعني لوردونونس واحد الكميه غادي نشربوها ديال الدواء وحنا نقولوا لا باش نشرب باش نبراو دغيا نزيدوا اكثر. لا بالنسبه للانانيب التحصين ممكن انه شريتوا الانانيب ديالكم حصنوه ماشي مشكل واخا يكونوا محصنين، ولكن ما تعاودوش هذيك اللقطه بزاف المرات. صافي حصنتوهم درتوا هذاك اللقطه من بعد دونوا التاريخ العام الجاي ان شاء الله حضيو التاريخ وعاودوا لهم في نفس النهار ان شاء الله. اذا هذه هي الحلقه ديالنا، راه حلقه مهمه حاولوا انكم تفهموها وتسمعوا فيها. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساو الناس بزر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.